نعود لما يخصنا أكثر لأنديتنا المغاربية، والبداية مع الترجي الذي أسال العرق البارد لجماهيره قبل أن يحسم الأمور ويفوز في آخر الأمر، نتيجة ربما صعبة في البداية، هذا التأخر كبير في النتيجة ثم النجاح في العودة. هناك مشاكل كثيرة لدى الترجي خاصة على مستوى الهجوم، بالأمس لعب اللاعب الشاب المجري، لكن على مستوى الهجوم الترجي لا زال يفتقد لأشياء كثيرة، خاصة وأنه مقبل على دور ربع نهائي ربما سيجد أندية أقوى مما من كامبالا سيتي. والمشاكل ايضا حتى على مستوى الدفاع، ويبدو انه هذا المشكل الذي بات بلا حل في الترجي التونسي الذي قبل هدفين في 5 دقائق لعب امام فريق كامبالا سيتي. لم يتعود الترجي بمثل هذه الوضعيات خاصه لما يكون على ميدانه. الترجي كان متاخرا امام كامبالا سيتي بنتيجه 2-0 بعد اخطاء دفاعيه فادحه ولا تغتفر، ويبدو ان معضله الدفاع لم تحل ولا يبدو ان هناك حل على المستوى القريب، مما يجعل هناك بعض التشاؤم صراحه لدى أنصار الترجي حول مدى قدرة الفريق على لعب الأدوار الأولى، خاصة كما ذكرت على مستوى دور الربع النهائي عندما يصل إلى الأدوار الحاسمة والمواجهات الحاسمة على الفرق الكبرى المتراهنة على رابطة الأبطال الإفريقية. البارحة أمام كامبالا سيتي الأوغندي فريق كان في المتناول، ولكنه استهدف الوصول إلى مرمى الترجي وأحرج الترجي في 30 دقيقة لعب الأولى، سجل هدفين، ولكن الترجي كما ذكرنا استطاع أن يعود في النتيجة يعني عن طريق البدري ثم سعد الفير قبل أن يختطف المهاجم المجري هدف الانتصار للترجي، هدف انتصار بتعمل مرهبة صراحة، لم يكن انتصارا مقنعا. صحيح الترجي استطاع أن يقلب الطاولة على المنافسة واستطاع أن يعود في النتيجة بعد أن كان متأخرا، ولكن هل أن هذا الترجي بنسبته الحالية سيكون قادرا على مزاحمة كبار القارة الإفريقية من أجل التتويج القاري؟ هذا هو السؤال الذي يتطرحه أنصار الترجي، أنصار الأحمر والأصفر، ويبدو أن الإجابة واضحة. اليوم الترجي لا يملك ذلك الفريق العتيد الذي بإمكانه مقارعة الفرق الكبرى المتراهنة على رابطة الأبطال الإفريقية. من يدري هل سيعزز الترجي صفوفه بعد أن بانت نقاط الضعف أم لا؟ يبقى سؤال مطروح، وتبقى الملاحظات سلبية على الترجي أنه استطاع أن يقتنص نقاط الانتصار ويتغلب على منافسه الأوغندي كامبالا سيتي. بطبيعة الحال انتصار هام عبد السلام يضع الترجي في صدارة المجموعة الأولى ب7 نقاط، وهي على الأقل على المستوى النفسي تعطي راحة كبيرة للمدرب خالد بن يحيى، للأنصار الترجي، ونحن مقبلين على صيف سوق انتقالات ساخن بطبيعة الحال، والترجي معروف بانتداباته الكبيرة خاصة مع وجود رئيس كحمد المدب الذي يضمن الاستقرار المادي والتقني لجميع المدربين.